السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. هكلمكم النهاردة ان شاء الله عن الشامبو بتاع ستاركي ده، شامبو للعناية بالشعر بخلاصة اللافندر. الشامبو ده كميته 400 ملي، سعره حاجة وخمسين جنيه تقريبا، 55 56 جنيه تقريبا. مكتوب عليه هير كير شامبو ناعم ولامع. الشامبو ده انا جبته ستاركي ده بعد ما كنت جبت الاكياس دي وكلمتكم عنها. الشامبو ده تحفه، شامبو بلسم مع بعض حلو جدا. كنت جايبه منه اكياس صغيره كده، كثيف جدا، كمان ما بينشفش الشعر قوي ولا حاجه لوجود البلسم فيه. هو شامبو بلسم ما بينشفش الشعر قوي، هو عشان هو فيه البلسم بس. مش معنى كده ان احنا بنستغنى عن خطوه البلسم او حمام الكريم، لا طبعا ما بنستغناش عن الخطوه دي، لان هو مش كافي لترطيب الشعر. شامبو ستاركي ده اللي هو شامبو بلسم مع بعض، فبنغسل شعرنا بالشامبو بتاع ستاركي ده، وبرده بتحتاجي لازم حمام كريم او بلسم لترطيب الشعر. لما الشامبو والبلسم ده ستاركي الاكياس دي عجبتني جدا جدا، فانا قلت بقى اجيب منها ازازه كبيره. فجبت ازازه بس ما خدتش بالي ان هي مش شامبو بلسم زي دي، ده شامبو بس. فجبتها وكميتها كبيرة على اعتبار ان هي هتبقى حلوة زي الشامبو بلسم ده. الاتنين ستاركي ونفس الماركة يعني. فطبعا الازازة مش زي الكياس، الكياس اللي هي شامبو بلسم غير الشامبو بس. الشامبو بس ده حلو، بيغسل فروة الراس كويس جدا، بيغسل وانت عاملة حمام زيت او عايزة تنضفي فروة راسك بينضفها لك كويس جدا. مشكلة الشامبو ده بتاع ستاركي انه بيجفف الشعر قوي، بيخلي شعرك ينشف قوي، فبتبقي عايزه تعملي بعده مجهود عشان ترطبي شعرك تاني. لكن شامبو بلسم ستاركي النوع ده ما فيهوش الموضوع ده، بيخلي شعرك ينضف وفي نفس الوقت ما بيجففلكيش شعرك قوي ولا حاجه. بتعملي شعرك باي شويه بلسم او حمام كريم، شعرك بيبقى ناعم تاني زي الحرير، ما فيش اي مشكله. الشامبو ده حلو، بينضف الشعر حلو، بس بيسيب شعرك ناشف جدا جدا. بتحتاجي ترطبي شعرك ببلسم وحمام كريم وبتبذلي مجهود عشان ترطبي شعرك بعده. فطبعا الشامبو ده معجبنيش في كده، ان هو بينضف فروة الراس حلو بس بيجفف الشعر جدا، مع ان ستاركي شامبو بلسم ده بينضف فروة الشعر برضو. هو كثيف جدا سواء ده او ده، الاتنين بيعملوا رغوة وفيهم كثافة يخليلك فروة راسك تنضف على طول من غير مجهود، من اول غسله خلاص فروه راسك بتنضف تماما لو انت عامله بالذات حمام زيت. لكن ده ما بيجففش الشعر قوي، يمكن لوجود البلسم فيه زي ما قلت لكم. بس انا لما جيت اشتري ما لقيتش الازاز من ده، فما خدتش بالي، فكرت ده هيبقى شامبو بلسم برضو. فلما هنا جيت ولقيت عليه مكتوب عليه شامبو، فقلت اجربه، جفف لي شعري فما حبيتوش خالص. كمان ريحته مش حلوه، يعني ريحته لافندر بس عامله زي ميه الروزماري كده، يعني ريحته مش ما حبيتش ريحته قوي، لكن ده ريحته جميله جدا. فالاصدار ده اللي هو شامبو بلسم من ستاركي اجمل 100 مره من الازايز دي. الشامبو ده حلو قوي، بتاع شامبو بلسم بيغسل شعرك اللي هو، بصوا ده اللي هو بزيت عباد الشمس، بيغسل شعرك وينضف فروه راسك حلو قوي من غير ما يجفف شعرك قوي. بيجفف شعرك الجفاف البسيط خالص بتاع الشامبو العادي، يعني اللي هو لازم بنحط حمام كريم او بلسم بعده، لكن ده بيجفف الشعر قوي. بس انا هخلصه لان هو يعتبر كويس، ان هو بيشيل اثار حمام الزيت عن الشعر، بس بيجفف الشعر جدا. فبصراحة مش عارفة اخليه بقى شاور جل ولا اكمل بيه شامبو ولا اعمل ايه. بس طبعا في كل الاحوال انا مش هشتري النوع ده تاني من ستاركي الشامبوهات دي عشان موضوع جفاف الشعر ده، لكن هجيب النوع ده. لو لقيت بقى من ده ازايز بعد كده هخلي بالي يكون شامبو بلسم. وانصحك وانت بتشتري لو هتجيب الشامبو بتاع ستاركي، هاتي اللي مكتوب عليه شامبو بلسم. البلسم بيخلي الشامبو ما يجففش الشعر قوي، وستاركي ده ماركه جميله جدا في الشامبوهات لانه كثيف بينظف الشعر حلو قوي. زي ده برده بينظف الشعر حلو قوي، بس حته الجفاف اللي بيسيبها في الشعر هي دي اللي ضايقتني منه. فلو هتشتري خلي بالك، هتجيبي ستاركي هاتيه شامبو بلسم ازازه يعني، وما تجيبيش الشامبو بس اللي هو ده بيكون مكتوب عليه شامبو بلسم. ان شاء الله اكون افدتكم، يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش الشير واللايك والفولو على انستجرام. وميرسي ليكم، باي باي.